مركز محافظة صلاح الدين تكريتا ومنذ عام 2010 بشر العمل فيه بجسر الطابقين المعروف بجسر الدلة. هذا المشروع بقي على هذه الصورة ليكون عائقا لسير المركبات والمارة ومسببا لحوادث طالما تكررت سبب إهماله وتركه. جاي تسبب حوادث هنا نسبت هذا الجسر، قاطعين هذا الجسر وكل شهر يشتغلون هم بيشغله شوية وعافوا، وجاي يسبب لنا حوادث وازدحامات بسبب هذا الجسر. والجسر هذا صار من 2010 ما يفعل يخلصونه، يجونا كل شهر يشتغلون لهم بشوية ويروحون يخلوه. يعني شنو احنا شنو ذنبنا هسه بهالازدحامات هاي واحنا سواق على الخط؟ كله بوق بوق يضحكون على المواطنين. اول شيء اشتغلوا بيه وعافوه، شوه صوره المنطقه، شوهها، شوفت عينك واقع براس الفقير، براس المواطن، براس السائق، ازدحامات، حادثات كثيره، كلها بوق بوق. لا سووا جسور صحيح، لا سووا ملاعب، لا سووا مجاري. مجاري بيجي هم من 2008 لحد الان، من 2010 هذا الجسر المقاول انطوه فلوس وباقى وراح، والحد الان احنا الفقير الى الله. الجسر ما حد ما سواه، يشتغلون به شويه يروحون، وكسر سياراتنا ولا تكسر. ترك هذا المشروع على هذا الحال اضر بالمحال التجاريه القريبه وجمد الحركه الاقتصاديه فيها، فبدلا من ان يكون مشروعا يعود بالفائده ويزيد من جماليه المكان، أصبح سبب الفساد في تنفيذه مشكلة تمنى سائقو السيارات وأصحاب المحل والمطاعم الخلاص منها. بسبب هذا الجسر المحلات عزلت، بسبب هذا الجسر عزلت المحلات، السيارات تطلع منها وسوي منها ماكو طريق، يعني خلي كمبيوتر الناس طوب يسوي فتح المحل باب الله ماكو شغل من وراء الجسر هذا. بهذا الجسر الناس عزلت والمطاعم عزلت والناس انضرت كلها، وهذا سوق قديم ومكان ضيق ما يرهم بجسر طابقين. بس ما اعرف شنو السبب اللي خلوها هيك يصير، ما كملوا هاي الدنق، ما كملوها لحد الان، يعني بس هيك ذبوا حديد وذبوا الشاش وقطعوا الشارع وخربوه واوساخ وزباله، صار 10 سنين على هذا الحاله. عمي هاي الدنق بس شذب حطوها، ماكو جسر اليوم 10 سنوات ماكو جسر، يعني نطالب بازاله هاي الدنق. هذا الطريق عام يؤدي الى بغداد الى كركوك، ها يعني ما يصير هيك يقطعون طريقنا. واحد من صور الاعمار التي تزيد الطين بله، جسر الدله وسط تكريت ترك على هذا الحال ليكون حجر عثره لا حجر بناء واعمار. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.